وهذا سؤال آخر يقول: يعلم سماحتكم ما من الله به علينا في هذه البلاد المباركة من دعوة قامت على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ اجتمع على ذلك الولاة والعلماء والرعية، ثم دخلت علينا بعض الأفكار والجماعات الغالية المتطرفة والأحزاب المنحرفة، فأثرت على بعض الناس وخصوصا الشباب وحربتهم عن جادة الصواب، فما هو الموقف الشرعي الصحيح من هذه الجماعات والتنظيمات؟ الحمد لله، السلاح معكم هو الكتاب والسنة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ليس معهم إلا الخداع والمكر وغرور الشيطان. فإذا قمتم بواجبكم وصبرتم فإن العاقبة للمتقين في كل زمان ومكان، وليس بغريب ما يحاك ضد المسلمين الآن، هذا مستمر وسيبقى. الصراع بين الحق والباطل مستمر وسيبقى، امتحان وابتلاء للناس من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لكن إذا قمتم بواجبكم ونصرتم دينكم ونشرتم عقيدة التوحيد وعلمتم الناس هذا الدين وأحكام هذا الدين، فإن الباطل زائل وباطل، والباطل لا يقوم أمام الحق أبداً. نعم.